بسم الله الرحمن الرحيم. لبس الربيب بنيه. مساكم الله بالخير. هدوء هدوء يا جماعة هدوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أكون هذه الليلة بينكم في هذا المجلس المبارك. قد يتساءل بعضكم ما علاقة هذا الفنان المغني بمحاضركم لهذه الليلة الأستاذ أحمد العباس؟ والجواب على هذا التساؤل بسيط، حيث أني من محبي الأدب والشعر الغنائي وأجالس مبدعيه وأنهل منهم كل تجديد وإثراء في مواضيعه ولغته. وقد شاءت الصدف بأن تجمعني بأخي الأديب الشاعر أحمد العباسي منذ عدة سنين، وقد أعجبت بأفكاره وما يتناوله أدبيا وشعريا بحرية وواقعية، وقد أعجبت بخوضه في دراسة العلاقات بين البشر في كتابه علاقاتنا وكيفية تغيير تصرفاتنا السلبية في الحياة إلى إيجابية تشعرنا بالسعادة، حيث أننا نرى بعض السلبيات في حياتنا ولكن هناك تقاليد اجتماعية وفكرية ورثناها تحول دون أن نحاول تغييرها، وهناك بعض الإيجابيات التي نراها أمامنا وندركها ولكن لا نستطيع محاولة التعامل معها لنفس الأسباب. وموضوعنا لهذه الأمسية هو كيف نعالج هذه الإشكالية من خلال كتاب محاضرنا علاقاتنا، والذي سيقدم لكم من خلاله العلاج والدواء لهذه الإشكالية. هذا الكتاب من تأليفي طبعا بعنوان علاقاتنا، سأقرأ لكم أولا الإهداء إلى كل من يرغب في التغيير، إلى كل من يحمل بين جوارحه آمالا وطموحات لم تتفجر بعد، إلى كل من يرغب في الحياة أن يعيشها بسحرها وجمالها، أهدي هذا الكتاب الذي يحمل عصارة مجهودي وملخص دراساتي وزبدة تجاربي في الحياة، متمنيا لهم أن يجنوا من ثمار حصاده. كلمة المؤلف. هناك أمور كثيرة في غاية البساطة ولكنها في غاية الأهمية تمر بنا ونتحدث فيها، إلا أننا لا نعيرها أي اهتمام. الأمر الذي يجعلنا نعيش في حالة من اللاوعي ونبقى أسرى للروتين دون التفكر في ضرورة التغيير وفوائد التغيير، حيث تمر الأمور كل الأمور بكلمتين محبطتين للطموحات، وهما كلمة ليس سهلا وكلمة صعب. إن هاتين الكلمتين المحبطتين لكل الآمال والطموحات تجعلانك مستغرقا في الروتين، وعذرك هو أنك تعيش الآن في طمأنينة، فإن كنت موظفا راتبك مضمون في نهاية الشهر، وإن كنت تاجرا صغيرا رزقك سيأتيك كما هو مكتوب لك. فالحياة تسير كما هي ولله الحمد، ونحن عائشون قانعون، إلا أننا لا نعلم بأن هذه طمأنينة راكدة وضعتنا في سجن مظلم، ولا بد أن نخرج منه ونبحث عن شباب دائم. يقول
الشاعر الفيلسوف طاغور في كتابه سلة الفاكهة وبالتحديد في رائعته انطلاقة شاعر: حين تخلفت بين كنوزي المحتجنة كنت أشعر بأنني أشبه بالدودة التي تتغذى في الظلام ضمن الثمرة التي ولدت فيها، ولكنني سأخرج من هذا السجن الفاني، فأنا لا أريد الطمأنينة العفنة، بل أسعى وراء البحث عن شباب دائم. سأقذف بكل شيء لا يتلائم مع حياتي خفيفا كضحكتي. سأعدو عبر الزمن، فعلى مركبتك يا قلبي يرقص الشاعر الذي يغني تائها هائما. نفس التصرف، الناس تغيرت، الأفكار تغيرت، الحياة صارت مادية. اقرأ في الكتب كثيرا، فعل قناعاتك، وجه سهمك نحو القمر، فإن لم تصبه تقع بين النجوم. كن راقيا في مع محدثك، كن رومانسيا، كن بليغا، كن فصيحا، تحرر من قيود الروتين، دع أفعالك تثبت أقوالك، كن مستمعا جيدا، خالط الناس، كن منظما في حياتك، كن منضبطا في مواعيدك، كن إيجابيا مع نفسك، قم بعمل تفخر به، كن رحيما، لا تجادل، كن مبدعا خلاقا، كن واثقا. الخطة السليمة، كن شجاعا، لا تستشير أولادك، اتخذ دور التلميذ، تعامل مع الصعب. مارس الرياضة أيها الزوج، أيتها الزوجة. الإيمان مع الإصرار، توقف فورا. وأخيرا العلاقات الإنسانية، لذا مثلا أنا أتذكر اتصلت بصديق، حبيت ان كنت يعني انا وزوجتي كنا نحب نطلع مكان، اتصلت بصديق مع زوجته، قلت له وينك علي؟ قال لي والله انا مع زوجتي بالسياره ندور. قلت له يعني نحب ان نجتمع مع بعض ونطلع مع بعض مكان، مقهى ولا مكان. قال لي والله كلش فكره ممتازه، بس خلها حق يوم ثاني. شوف شلون، ما تقدر تعتمد على احد، انت تصير صديق نفسك، استمتع اذا يعني ما تقدر تعتمد على الناس. لذا تراه يلغي برنامجه لانه لا يرغب في ان يذهب وحده. هذه مشكله لدى شريحه كبيره من الناس. الحل، انت بامكانك ان تصادق نفسك، اتخذ منك من نفسك شخصا ومن نفسك شخصا آخر، اتخذ منك شخصا ومن نفسك شخصا آخر، فلا تنفر منها.
كن متصالحا مع نفسك، صادق نفسك، واخرج معها مع نفسك إلى كل مكان، فأينما ذهبت وجدت إنسانا حولك، تحدث معهم كما تشاء، اخرج من غربتك، اخرج من وحدتك، حتى وإن لم تجد بجوارك أحدا تتبادل الحديث معه، اغمر نفسك بالسعادة وافتح لنفسك آفاقا من الخيال الجميل الذي الخيال الذي يغذي فكرك بالسرور. فكر في محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى بيته الكرام الطيبين ورضوان الله على صحابة الغور الميامين. حقيقة نشكر للأخ المحاضر محاضرته والجهد اللي بذله في الموضوع، وكذلك نشكر الأخ عبد العزيز أيضا على الاستضافات الجميلة، صاحب المجلس جزاه الله خير، والله يكثر من أمثال الطيبين هذا اليوم بالنسبة للفعاليات الثقافية اللي نرجو أن هي تكثر وتكثر. ومهما كان في من اختلاف الرأي، أنا الآن ما أقول هذا الكلام قد أتفق معك، لا بالعكس أنا أختلف معك 380 درجة، ولكن يبقى نحن المجد الثقافي والفكري والطرح الراقي جدا نحترمه ونقدره. أخي الكريم كلامك حلو وجميل يخلي الواحد يحلق فوق السحاب، بس الواقع للأسف الشديد يخليك تطب من فوق السحاب لتحت على الأرض، ممكن تطب على راسك على ظهرك ينكسر لك ظل إلى آخره. الواقع حقيقة اليوم لنفترض ناخذ قصة واقعية مثل ما استشهد سلمك الله قضايا وقصص واقعية، أنا أيضا بطرح قصة واقعية وبأستشهد على ما أريد أواصله. اليوم أنت تشتغل طول حياتك تكرف وتكرف وغيره وتترتب، اليوم ما دخلت يمكن موظف صغير أو غير في دائرة إلى أن وصلت حتى مدير أو أي درجة رفيعة بالدولة أو في الشركة قطاع خاص أو قطاع عام. فجأة طلعت من البيت ذاك اليوم ولا في جريدة من الجرائد الموجودة عندنا الأربع حالياً أفتكر مكتوب صدر قانون التقاعد وما لك ولا بيزه ومش بوزه وما بتطلع من الشغل دون ما تذوب عظامتك في الشغل، يعني ما بيعطونا التقاعد دون ما توصل 65 ويمكن يسوونه 75 عدل، وارد هذا الشيء. إذا أحلامك الوردية اللي كنت انت راسمها أنه والله بتحصل مثلا مكافأة نهاية خدمة 10,000 20,000 دينار تعدل بها وضعك في آخر العمر وإلى جانب أن راتب تقاعدي نوعا ما تمشي حالك فيه، هذه تبخرت في ذمتك. أحلامك الوردية هذه ما طب من فوق السحاب لتحت الأرض وممكن تعور تعوير عودة. وتعال لي قول لي شنه القوة الفولاذية اللي بتكون لديك في داخل نفسك وفي داخل كيانك اللي راح تخليك تجابه هذه الحياة الصعبة. هنا قوة واحدة الآن موجودة، أنك أنت تكون بحريني فقط، لأنه هو الإنسان الوحيد في الكرة الأرضية اللي قاعد ضد الصدمات اللي تقبل الصدمات اللي صايرة من أكتف وقابل بكل شيء من محاضرة يعني الكهرباء رفع عليه ساكن الكهرباء رفع عليه وساكن البترول رفع عليه وساكن غلاء المعيشة هاي رفعوا عفوا ضريبة المضافة جيته وساكن التقاعد وراح وساكن اللي بعد أدهم من ذلك التأمين الصحي اللي بالسكاتي هذه خازوك لأن ما حد يريب أن يحب رامنا وقر القانون اختصر أستاذ لأن شوي شوي قاعد تخرج من الموضوع لا فصل بالموضوع إذن المهم قاعد تخرج من الموضوع وصلتك النقطة وصلتك النقطة أي وصلت خلاص وصلت تفضل طيب طبعا شغل جميل انتبه لي صاحب السؤال صاحب السؤال يا صاحب السؤال تحب نجاوبك ولا لا انتبه لي انا بسمعك اسمعك انا ترى جاوب الشعب شوف الحياة
حلوة ومرة. الحياة فيه الألم وفيه المتعة. أنا تعلمت من أستاذي أحمد فضل الباحث العالمي ومدرب في السلوك البشري كثير في هذا الموضوع. أنت ما لازم تقوم تفكر في التوتر في اللي ما أنت قاعد تستدعي المشاكل وتفكر فيها وتوتر روحك. ما في داعي لهالتفكير أبدا. يعني استمتع بحياتك. استمتع. أنا علمني الأستاذ بأن الألم هو اللي يصنع الفرح والسعادة فيك. الألم هو اللي يصنع فيك الفرح والسعادة. المشاكل هي التي تسقلك وتصنع فيك الإبداع. حتى الألم يصنع فيك الإبداع. استمتع حتى بالألم. أنت لا تفكر إن يعني طموحاتك كلها تطيح. دائما خليك صاحب طموحات. ما عليك. يعني أنت لما تفكر إن مثلا في البحرين سووا قوانين صعبة، فكر في الدول الثانية اللي ما يحسون خبز يأكلون، حياتهم صعبة. السياسة لها أوادمها تشتغل عليها. وأنت استمتع بحياتك. عيش حياتك. لا عيش حياتك. Live your moment. عيش لحظتك. الحياة جميلة. لا 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 تصعبها على روحك. ما بتطيح من فوق. سولك أجنحة طير. بعد شو اسمه بس طلع ابو العرب ما شاء الله ابو العرب عليك ملازم احسن يا رجل. المهم انا اللي اسالك بس سؤالي يعني عن مثل ما قال الاستاذ احمد ان صادق نفسك وقد ما تطلع مشوار خليك مع نفسك. كنا الاستاذ احمد الجميري قال يعني انت رايح الحج ومشوار طويل 4 إلى 8 ساعات. لا طبعا اللي يروحون الحج دائما ما يروحون بروحهم بسيارة، دائما معاهم ناس فيشغلون يعني روحهم بأمور ثانية. لكن اللي يطلع بروحه الله سبحانه وتعالى يقول زين وما أبرر نفسي ان النفس لأمارة بالسوء. فانت يعني لا تشغل نفسك بنفسك لأن قد يعني شوية تفرق أمور ثانية، مساوئ ثانية، أشياء ثانية تفكر في سلبيات ما يعني. فدائما يعني خل شغل نفسك أمور يعني اسمع مثل ما قال واحد من الأخوان، اسمع لك شريط، اسمع الأستاذ أحمد الجميري، اسمع أم كلثوم، اسمع جعفر حبيب، اسمع يعني أنا ما عندي صبر أجاوب على سؤاله. جزاك الله خير. الله يسلمك. جزاك الله خير. زين فايش قلنا حتى لو تسمع قرآن السيارة بالعكس يعني مثل ما يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فشكرا. هذه خلي اجاوب على حبله واحده قالت له خلني صرفون. استاذ يعقوب بن طيع انا سعيد ان انت بيننا وانا احبك وايد. يعطيك العافيه. ليش تخاف من نفسك؟ انت تتعامل مع نفسك بسمو، تتعامل مع نفسك باتيكيت وتحترم نفسك. فقط الشخص اللي يقع في المعاصي ونفسه توديه في الخطأ هو الشخص الضعيف اللي ما يعرف يحترم نفسه ولا يعمل ولا عنده اتيكيت مع نفسه. بالعكس انت الانسان القوي يهذب نفسه بنفسه. فاحنا ما نخاف من انفسنا ابدا، ما نخاف من انفسنا الا اذا دائما نفكر في الشيطان ويانا
بعد هاي شيء غير يعني. والناس تعودوا كل ما يغلطون يعلقون غلطتهم على الشيطان المسكين. غربله الشيطان.